إذن حياكم الله من جديد، وما زلنا مستمرين معاكم. كل الشكر والتقدير للزميلة المبدعة عليا الشامسي اللي جولت وتثقفت في جولتها لهذا اليوم النشط ما شاء الله من أيام مهرجان الشارقة القرائي للطفل. وأنا سعيد بأنها يعني تلتقي بدور عرض ودور نشر مشاركين طبعا ما شاء الله على امتداد السنوات العشر لهذا المهرجان، وكذلك يعني الجميل ندار النشر اللي كانت عندهم قبل شوية هي من أقدم دور النشر في لبنان، وتشارك سنويا في هذا الحدث، وعندهم أقدم مطبعة في لبنان. يعني ما شاء الله عندهم آلاف مؤلفة من الكتب اللي قاعد ينشرونها على مدار أكيد مسيرتهم. وجميل اليوم هذا الاهتمام بالثقافة من خلال دور النشر اللي تساعد الكتاب على إظهار إبداعاتهم، وخصوصا اليوم في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وكذلك المعرض الشارقة الدولي للكتاب. يعني تتجمع فيه نخبة من الكتاب والمبدعين ودور النشر بلا شك. كما نشاهد أيضا مشاهدينا يعني لقطات من هذا العرض اللي هو كان سبب الصوت المرتفع قبل شوية. نعم، فحلو الأطفال مستانسين يعني بهذه الأرض. أكيد، ونحن نفخر اليوم بتواجد المثقفين المبدعين سواء من دولة الإمارات إسماعيل أو حتى من خارج الدولة، واللي تساهم بشكل كبير مشاركتهم في هذا المهرجان في تثقيف الطفل في مختلف المجالات. مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب معكم بالأديب مصطفى عبد الفتاح. صباح الخير، حياك الله معنا. صباح النور، الله يبارك فيكم يا رب. خير، حياك الله. الله يسلمك يا رب. بداية نتكلم عن زيارتك، طبعا هذه الزيارة الأولى لهذا المهرجان، نتكلم عن زيارتك وأهمية مثل هذه المهرجانات الثقافية بالنسبة للطفل. أولا أريد أن أشكر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد قاسمي على هذه البادرة الجميلة جدا، والتي تشكل نقطة أو واحة في صحراء مقفرة تماما بالنسبة لمعارض قراءة الأطفال. يعني يعتبر هذا المعرض هو المعرض الأول والرائد بالنسبة لقراءة أدب الطفل. الأهمية تأتي طبعا على منحيين أو أكثر من منحيين. المنحى الأول بما يهمني ككاتب، أنني تعرفت إلى عدد كبير جدا من دور النشر، ويمكن من خلال اللقاءات التفاعلية مع الأطفال أن نعرف ما يريد الأطفال من الكتابة. بالنسبة للأطفال طبعا الطفل يستفيد بنقطتين، نقطة لحظية ونقطة مؤجلة. النقطة اللحظية أنه يشعر بالرفاهية ضمن جو ثقافي، فهذا ما يحببه بالثقافة. النقطة المؤجلة يمكن أن يقتني عدد كبير من الكتب ضمن تشكيلة واسعة جدا لدور النشر، يعني تربو على 130 دار نشر، يأخذ منها ما يشاء، ولاحقا ربما تشكل عنده نقطة خيال، قد يتحول إلى كاتب، قد يتحول إلى رسام. نعم دكتور، يعني ما بين الطب وحب الطب ومزاولة هذه المهنة، وما بين الثقافة والأدب والشعر، اليوم كيف يعني الإنسان ينمي هذه المهارات؟ ولا بد أن تكون له دائما جوانب فيها أدب وفيها فن، كيف اليوم تجمع ما بين الشغفين في الطب وشغف كذلك الكتابة؟ شكرا لك على هذا السؤال، يعني سؤال جميل. هناك الكثير من الأمثلة، أطباء وأدباء. طبعا الموضوع لا يتعلق أنني طبيب، ولكن ربما هناك عوامل وراثية. عندي والدي كان شاعرا ما شاء الله، وفي العائلة أكثر من أديب. هناك نقطة أخرى، يعني موضوع أن عندما ندرس الطب هذا يعني أننا تفوقنا باللغة العربية في المرحلة الثانوية، فتفوق اللغة العربية يحببنا باللغة العربية. هناك مسألة تتعلق بالطفولة، يعني الوالدة رحمها الله ربتنا على حب القراءة، وكانت تأخذ من مصروفنا القليل لنشتري بعض المجلات التي كانت في ذلك الوقت، كمجلة سعد الكويتية ومجلة سامر اللبنانية ومجلة أسامة السورية. فتطور الأمر عندي إلى موضوع الكتابة للطفل. جميل جميل، ما شاء الله عندك مخزون كبير أثرى ساحة أدب الطفل، ما بين القصص والنثر وحتى الشعر، ليش اخترت أدب الطفل بالذات؟ والله أدب الطفل لا يمكن أن يختاره الكاتب، ولكن هو الذي يختار كاتبه. يعني حتى مثلا الشاعر أحمد شوقي هو أمير الشعراء، لكنه عندما أراد أن يكتب للطفل في ديوانه الشوقيات خصص تقريبا 30 قصيدة للأطفال، لكنها لم تصغ بطريقة يمكن أن تقدم بها للأطفال، وإنما لم يستطع أن يصوغها. هذا يعني أن أدب الطفل لم يستدعي الشاعر
أحمد شوقي وهو أمير الشعراء. هو أمير الشعراء، فالمسألة تتعلق بالنواحي النفسية. صحيح. هناك مقولة لكاتب فرنسي معروف هو مارسيل إيمي، نعم، في مقدمة كتابه حكاية قط الجاثم، يقول أهدي هذا الكتاب لكل طفل بين 5 و75، ففي داخل كل واحد منا طفل يكبر معه. صحيح. الأديب هو الذي يستطيع أن يحافظ على هذا الطفل، أديب الطفل هو الذي يستطيع أن يحافظ على هذا الطفل في داخله، ولا نقول ينزل إلى مستوى الأطفال، أنا لست مع هذه المقولة، وإنما يستطيع الدخول إلى عالم الطفل ليكتب ما يناسب الأطفال، ويستطيع كذلك أن يحرك مشاعر الطفولة في الكبار والصغار. يعني صحيح، استطاع أن يعيش حالة الطفل. نعم، يعني وهو كما الممثل الصامت الذي يستطيع إضحاك المشاهدين بدون أن يتكلم، فجميل. نعم. اليوم الوصول يعني من خلال التواصل هذا والإحساس بالطفل، وكذلك بالجانب التمثيلي، يعني أن، نعم، أن يقدم النكتة بهذه الطريقة. دكتور، كلمنا عن مشاركتك وأنت ضيف في هذا المهرجان، في ورش عمل تقدمها أم في مثلا ندوات أدبية تقدمها؟ هناك مشاركات بفضل الله غنية. يعني في البداية مشاركة أشكر عليها إدارة الملتقى أو المهرجان، هي مشاركة منصة أفق، وهي أول تجربة تجمع ما بين الناشر والكاتب والرسام. كانت الورشة مدة 3 أيام. أيضا عندي كان البارحة ندوة في مجال يعتبر نادرا في أدب الطفل العربي، هو مجال الكتابة العلمية المبسطة للأطفال، مع كاتبتين من أستراليا ومن إيرلندا. وعندي أيضا إن شاء الله تعالى بعد غد لقاء مع الأطفال في المدارس، أسبوعات أدبية. جميل. ما شاء الله. لو نتكلم شوي عن الطفل نفسه ونتكلم عن الكاتب أو كاتب كتب الأطفال، كيف ممكن أنه يدخل إلى هذا العالم الواسع ويفهم فكر وثقافة الطفل نفسه؟ طبعا الشرط الأساسي تحدثت عنه أن يعيش الكاتب كطفل، يعني يفكر بما يهوى الطفل لا كما ينظر الكبار إلى ما يريده الأطفال، يعني هذه نقطة مهمة جدا. لذلك هناك عوامل أساسية في الكتابة للطفل، بالإضافة لامتلاك ناصية اللغة وامتلاك الأدوات الخاصة بفنون أدب الطفل. هناك أيضا التفكير كطفل، يعني ما هو الذي يؤثر، ربما الطفل يبكي إن رأى فراشة مدهوسة في الطريق أو رأى زهرة ذابلة، ولكن الكبير الذي تشوه عالمه ربما لا تؤثر به هذه الأشياء. فالكاتب الطفل يجب أن يدخل إلى عالم الطفل من خلال هذه الدقة والحساسية في التصوير. صحيح. بلا شك اليوم اختيار المحتوى الذي يقدم للطفل هو أصعب من اختيار المحتوى الذي يقدم للكبار. نعم. الكبار عندهم هذا الاستيعاب، ولكن الطفل لا زال، يعني الضيفة السابقة قالت كالعجينة، يعني يتم تشكيلها حسب ما نحن نريد. شكرا لك على وجودك معنا ونورت إمارة الشارقة، ونتمنى لك إن شاء الله إقامة طيبة، وأن يستفيد الأطفال من مشاركتك في هذا المهرجان. شكرا لك، يعطيك العافية. أنا شاكر لكم على هذه الفرصة الجميلة، وشاكر على هذا اللقاء. الله يسلمك. بارك الله بكم. الله يحفظكم. الله يسلمك يا رب. كل الشكر والتقدير مشاهدينا للدكتور والأديب مصطفى عبد الفتاح كاتب أطفال على مشاركته ووجوده معنا اليوم. مشاهدينا ننتقل مرة أخيرة للزميلة المبدعة علياء الشامسي في أروقة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وما الجديد يا علياء؟